سعاد حسني يمكن انا وانا بقدمها في البدايه قلت ما بحبش الوصف بتاع بس جميلات الشاشه دي، يعني كلمه جميلات طبعاً. الشاشه ده وصف مخل جدا بالنسبه لي. سعاد حسني كانت مبدعه حقيقيه وليها افلام كتير مهمه، سواء اذا كان القاهره 30 او الزوجه الثانيه اللي شفنا يمكن مشهد سريع كده او حته صغيره منه، بئر الحرمان على سبيل المثال ده كان اداء برضو صغير على مخيف الى اخره، زوزو واهل القمه، يعني هو وهي المسلسل العبقري في التلفزيون المصري احمد زكي رحمه كتير كتير، يعني سعاد ما تقدرش تحدد الاختيار، ما تقدرش تحددها في حاجه. تفرد سعاد كان في ايه؟ ايه اللي خلاها تفردت؟ ايه اللي خلاها تميزت؟ بنت عندها 16 سنه اول مشاركه سينما تطلع بطله؟ حكايه ان تطلع بطله لاول مره دي ما هياش برضو الفيصل، ممكن واحد يطلع في، ياما شفنا بطلات وابطال يعني دفعوا بيهم ولكن ما كملوش. يعني بيبقى ساعات ظروف، وهو حتى في حسن ونعيمه البطوله كانت فاتن وعبد الحليم، ده البركات، هنري بركات وعبد الرحمن الخميسي قرروا فاتن وعبد الحليم في اللحظات الاخيره. فاتن اعتذرت وعبد الحليم اعتذر، فالتحدي بقى بتاع عبد الرحمن الخميسي انه يجيب اتنين جداد، سعاد ومحرم فؤاد، يبقى سعاد ومحرم لاول مره بيدفعهم كبطوله، ونجح الرهان لدرجه ان هم كانوا بيعملوا نوع من الدعايه، اي حد اسمه حسن او واحده اسمها نعيمه تيجي السينما بالبطاقه بس، خلاص كده مفيش تذكره تدخل ببلاش.